من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس عفاستك الرجل انكلس الفلس يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاستك انت المقدرة عفاستك انت المقدرة عاني ظروفك واقهرة عاني ظروفك واقهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرا يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر لا 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 انا بعترض والله يا اخوان الخوارض الخوارض كلنا يا اخي وش انا اعترض انا اعترض بس ما تلقوا لكم الاجتماع بس سوالي انا اعترض انا اعترض تعترض على شنو تعترض على شنو انتوا دارين تاكلوا انتوا دارين تاكلوا ونحن دارين نحفروا عباس في فرق كبير جدا يا عباس حكيم عباس روق المانجا شويه يا عباس يا صراحه يا لطشه نحن الخور ده اللجنه اللي عملناها له دي وارسلناها نحن ابا عن جد فما ممكن تجي امبارح العله دي داير تجي تخش معانا في اللجنه ايوه خلاص انا بحفر لكم احفر 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 ان شاء الله تبقى قدر الحفر وانا كمان اقول لك حاجه انا حساعدك انا حساعدك حجيب لك الكوريك والازمه واللي هناك كله بجيب لك بس احمد بالراحه يا اخي شنو الحفر احفر احفر انت قالوا حفر الخور ولا شنو ده حفر من نوع ثاني يا زول ده بيحفر للجنه ذاتها يعني ممكن يقربنا ليه هنا اه يا اخي فهمت ولا ما فهمت فهمت بس هذا طبعا لا لا المفروض لا لا يعني ايوه بس المفروض دخلي لي اسمع يا لطشة يا لطشة اسمعني اسمعني احنا بالراحه كده حنفهمك الحظ شنو ونتفق الصوم نختلف يا اخي الموضوع بسيط يا اخي هاي ما خلاص يعني هاي هاي ما هو الناس يعني بس مرات بيكون في سوء تفاهم يعني لكن الناس ممكن تفهم بعض بس هبت السكة بس الله اديني ساعة زمن هاي الان انا جديد في الحيدة لجنة الخور رسلوا لي لا طبعا 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 لازم الخور ده يمر قدام بيتي معقولة معقولة يا عديلة نخلي الخور ده للرجال اللي يشيلوا قروش دي كلها برا وكده الخور ده يا اخي فيه عضة مبالغة عليك الله والله العظيم قروشه تقيله يعني يا زول قروش زي الرز تقول لي قروش تقيله انا بتكلم ساي بجيب لك كلام ساي انا طب ما نخش معامل لنا احنا ليه ما نخش نخش يا طوالي واقول لك حاجه يا فيها يا نطفيها اها رايك شنو وانا اقول لك حاجه أه. ما بنستنى ليه بكره اروح قدام العضه أه؟ اروح قدام على الخور قومي بسرعه اكتب الاتفاق ده يا عباس حاضر لجنه الخور الصيفيه برئاسه لطشه وعضويه كل من عباس والصادق لجنة الخور الخريفية برئاسة الصادق وعضوية كل من عباس ولطشة يعني أنا ما حبقى الرئيس ولا شو؟ لا لا يا أخي إنت نايبين في اللجنة الصيفية ونايب الصادق ده في اللجنة الخريفية يعني رئيس عديل كده أيوة أوه الوجيه منصور مرحبا مرحبا يا سعادتك يا مرحبا الله يبارك فيك بارك الله فيك الحمد لله الله يبارك فيك الله يسلمك تفضل تفضل يا سعادتك تفضل تفضل يا سعادتك تفضل مرحبا يا جماعه يا سعادتك يا اخواننا يا اخواننا تفضل يا سعادتك شرفت والله ونورتك الف مرحبا بك والله مرحبا والله مرحبا تفضل سعادتك مرحبا بك يا عباس مرحبا بكم قوم يا اخي رئيس لجنه هو ده الرئيس يا اخي هو ده الرئيس امشي جيب بمبر من جوا جيب بمبر من جوا جيب بمبر من جوا يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب مرحبا بك والله يا سيد والله يا سيد يا 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 سيد منصور تعب شديد تعب شديد والله جمع تبرعات ولف ويا زول ارهاق
نعم اي والله سيد منصور ما شكيه مننا، لكن كمان الناس اللي بنمشي لهم للتبرعات اللي صرصروا وينقنقوا زي تقول القروش دي خاش جيوبنا. نعم ده حال العمل العام. يا صح والله والله صحيح والله صعب. وانا سعيد جدا انه في ناس غيرون زيكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك يا سيد منصور. والله نحن سعيدين ويعني جوانا يعني اسيدي دايرين نعرف سيادتك انه حتتبرع لنا بكم. انا طبعا حطي لها كويس. طب لك شاي ولا قهوة؟ والله يا ريت قهوة. جدا انت عارفه موضوع الخور ده مع باص تعديل يا عادله. قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله. قالوا ما بحس زي مال الا اصحابه. بس خلينا في الموضوع المهم. قسمه دي قسمه اللي تشبك ودارت تخش معانا في موضوع اللجنه دي حلوه كيف دي عيني. اصلا الشغل العام ده كله فيه مشاكل ودق اجراس، لكن احنا قسمه دي زرف الله الموضوع ده. الموضوع ده هيقدر لنا الشغل، عشان كده عملي رايحه. امسكي لسه انا افتكر ده كلام فارغ. افتكر ده كلام فارغ. احنا نتجرجر من جبال من ضل 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 عشان تجي تقول لنا في النهايه كلام فارغ زي ده. عباس ما بالراحه يا سيد لطفي صراحه ده كده ما بالراحه. عباس سيد عباس ده كلامه صح. واقول لك حاجه يا سيد منصور مو سيد شنو يا منصور صايح الخور ده نحن اللجنه المسؤولين منه ونحن اللي بنحدد نعمل شنو في خورنا ده. ما اختلفنا. انتوا الدنيا قروش جمعتوها وانا بصب الخور على البقسيط. تصب الخور يصب عينك يا اخي يصب عينك يا اخي. صلى على النبي. معلش يا اخي كلام فارغ. كلام فارغ يا اخي. تفضل امشي عليك. ليش كلام فارغ؟ امشي بلا منصور بلا عباس يا اخي عليك الله. انا راح اتفضل يا استاذ. تفضل تفضل اقعد. سلام عليكم. السلام ورحمه الله. عادل كنت وين يا عباس؟ عليك الله. خلينا من حاجات النسوان دي يا اخي. خلونا نمشي نشوف شغلنا ونجمع تبرعات من الحله يا اخي. تبرعات من الحله لشنو؟ للخور. الخور؟ هاي الخور يا اخوي قاعد هنا في كيسي ده. ما شاء الله عديله ريحتكم اهو جماعتها وجايبات تسلمها للجنه بتاعتكم. جايبها لكم وين؟ هنا في اللجنه. احنا ما لقينا الخور في لجنتكم انتوا؟ هاي وليه احنا قالوا احنا ما عندنا لجنه؟ يا اخوان احنا عملنا لجنتنا جمعنا تبرعاتنا وبكره كراكات تجي زحله كده وتخففر الخور يا يمه وتنظفه وما عندنا شغله باي زول وما عندنا كلام مع زول. يا اخوانا سيد منصور وينه؟ طردته. الضغط هذا كله يا اخوانا لازم نلحقه عشان يتبرع لنا. سيد منصور يا منصور يا منصور يا منصور منصور يا سيد منصور.